السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة. كيف شباب يا صبايا، أخباركم إيه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله على بركة الله محاضرتنا اليوم، لأنه كان متبقي جزء عن موضوع الووتر بالانس، هنكمل عليه إن شاء الله، وبعد كده بنرجع تاني لموضوعنا عن الفيتامينز وبنكمله برضه. طيب نفتكر كده مع بعض، اتكلمنا عن الووتر تحديدا باعتبارها سكند فيتال نيوتريانت تو هيومن اكزيستنس، هي او موست فيتال نيوتريانت فور هيومن اكزيستنس، هو عنصر غذائي حيوي وهام جدا لوجود الانسان، مش بس الانسان لكن كمان كل كائن حي يشاركنا هذا الكوكب. تناوله للماء مصدر اساسي او متطلب اساسي للحياه. اتكلمنا عن ان انا عندي البادي ووتر ديستريبيوشن اند ريكويرمنت، احتياجنا من الميه وتوزيع الميه داخل اجسامنا او السوائل داخل اجسامنا. التوزيع بيتم ما بين داخل وخارج الخليه بنسب معينه، وده اللي هنشير اليه وهنشير للنسب تحديدا في نقطه لاحقه. وبعدين انتقلنا من كلامنا عن اهميه الميه في او اهميه تناولنا للماء كعنصر اساسي كعنصر غذائي اساسي، في انها بتقوم بعده وظائف، منها الماء داخل الجسم بيعمل كسوليفنت كمذيب، فبالتالي تناولنا للميه بقدر مناسب يوميا على أساسه بيحصل عملية الميتابوليزم. عملية الميتابوليزم بتتطلب لوحديها، عملية الحرق اللي بيحصل بتتطلب لوحديها لتر من المية. مش بس سولفنت، كمان ترانسبورت المية داخل أجسامنا ليها وظيفة أخرى. وظيفة أخرى كناقل، ناقل من خلال وجودها في البلاد والبلاد سيركيوليشن، ومن خلال وجود الماء داخل السكريشنز المختلفة والتشو فلويد. داخل البلاد أهمية البلاد سيركيليشن إن هي شغالة طول الوقت من خلال الهارت بامبنج للديفرنت بادي أورجانز. طبعا البلاد محمل بالأكسجين اللي يعد نورشمنت أساسي لكل خلية. كمان وظيفة أخرى دي فانكشن أخرى للبادي ووتر هو كبادي فورم اند ستراكشر. المية داخلة في تكوين وشكل جسم الإنسان، لأنه إحنا عارفين إنه المية متوزعة بين خلايا أو بين أنسجة الجسم وبقدر معين داخل أو بنسبة معينة داخل الخلية وبنسبة أخرى خارج الخلية، فبالتالي بتدي شكل وداخلة في تكوين وتركيب جسم الإنسان. كمان المياه ليها فانكشن اخرى، البادي ووتر فانكشن اخرى اللي هي البادي تمبريتشر، مسؤوليه المياه او الوظيفه الاخرى اللي هي بتحافظ على درجه حراره جسم الشخص في الرينج الطبيعي. واستعنا بكده على من خلال المثال اللي اشرنا فيه ان مع ارتفاع درجه حراره الجو بيحصل ايه؟ بيحصل ان ايفابوريشن او عمليه السويتنج اللي بتحصل اللي هو التعرق، دي عباره عن ايفابوريشن، عباره عن تبخير، بيعمل كولينج للسكن، فبيحمي السكن من ان يحصل بيرن حرق. كمان الووتر وظيفة أخرى بتقوم بيها هي بادي لوبريكانت، هو ملين، وده من خلال وجوده في سائل تحديدا موقعه أو مكانه بين الجوينت بين المفاصل اسمه ستاينوفيال فلويد. هذا السائل الزلالي بيساعد على أو هذا السائل بيساعد على إن حركة الجوينت حركة المفصل تبقى حركة سموث. انتقلنا لنقطة أخرى بقى، دي اللي هنتكلم عنها دلوقتي، البادي ووتر ريكوايرمنت، احتياجنا من الماء زيه زي أي عنصر غذائي آخر، له عدة فاكتورز بتتداخل أو هناك عدة فاكتورز بتتداخل في تحديد المناسب لينا أو الطلب لينا من تناول الماء. أول فاكتور عندي اللي هو السراوندنج تمبرتشر، درجة حرارة البيئة اللي احنا أو الجو اللي احنا عايشين فيه.
As the environmental temperature rises، كل ما ترتفع درجة حرارة البيئة أو الجو اللي احنا عايشين فيه، كل ما احتياج الشخص للمياه بيزيد. The water intake must accommodate such losses in sweat. ليه احتياج الشخص لدرجة الحرارة بيزيد؟ كل ما بترتفع بيزيد احتياجه، لأنه بيحصل sweating زي ما احنا اتفقنا، بيحصل تعرق. لا، تعرق بيكون في فصل الصيف واضح وزائد عن فصل الشتاء أو عن الأجواء الباردة. طبعا هذا التعرق يعتبر نوع من الفلويد لوس، بيمثل لي هنا فقدان أو خروج للسوائل من الجسم. لازم تتعوض هذه السوائل اللي الشخص بيفقدها من خلال إنه يزود الانتيك. الاكتيفيتي ليفل تاني فاكتور عندي بيتداخل في تحديد كم الماء المطلوب لنا يوميا، هو مستوى النشاط اللي بيقوم به الشخص. طبعا بيختلف الوضع بين الناس اللي هي طبيعة نشاطهم أو اللايف ستايل بتاعهم ساكن، يعني ما بيتحركوش كتير، ممكن يبقى طبيعة عمله اللي بيقضي فيه أغلب الوقت عمل إداري فقاعد طول الوقت، غير الناس اللي طبيعة عملها وطبيعة نشاطها في مجهود أكبر وفي حركة أكتر وفي نشاط أكتر. هنا heavy work or extensive physical activity، الشغل اللي فيه حركة كتير أو اللي فيه نشاط بدني كتير increases the water requirement for two reasons. في هذه الحالة حاجة الشخص من الماء بتزيد لسببين، أولها إن more water lost as sweat، إن الناس اللي بتتحرك كتير وبتقوم بنشاط كتير بتفقد زي ما احنا اتفقنا من خلال إن هذا النشاط البدني كم من الماء من خلال التعرق. تاني سبب إنه ال water is necessary for increased metabolic demand involved in physical activity. كل ما بنتحرك كتير وبنبذل مجهود أكتر أو أكبر، كل ما عمليات الحرق بتزيد أو معدل عمليات الميتابوليزم بيزيد، فبالتالي المية اللي بتبقى مطلوبة لإتمام تلك العملية برضو بتزيد. فدول السببين اللي على أساسهم النشاط أو مستوى الأكتيفيتي بيتداخل كفاكتور أساسي في تحديد كم الماء أو السوائل اللي إحنا في حاجة إليها. في أي سؤال أو أي استفسار لغاية اللحظة يا شباب؟ أي سؤال أو استفسار؟ تمام دكتورة. تمام يا سوسن. طيب ثالث فاكتور عندي اللي هو الفانكشنال لوس، انه يبقى الشخص عنده مشكله او ديزيز معين او انس معين، ده من الكلينيكال مانفستيشن لهذا الديزيز هو ان الشخص يفقد سوائل. فهنا when any disease process interfere with the normal functioning of the body، لما يكون هناك مرض معين بيحدث نتيجه لي water loss او بيتداخل او بي المرض ده بيأثر على وظيفه organ معين، water requirement are affected. طيب ايه اكتر البادي سيستم اللي لو فيها مشكله بيصاحبها لوس على مستوى الجي اي تي، الجاسترو انتستاينال تراكت بروبلم، مشكلات على مستوى الدايجستيف سيستم. زي ايه بقى؟ زي اللوس هيحدث على شكل ايه؟ على شكل برولونج دايريا، يعني الشخص مصاب باسهال لفترات طويله، على شكل فوميتنج مثلا، على شكل قيء، فبرضه في فقدان للسوائل من خلال الفوميتنج. هنا لارج اماونت اوف ووتر لوست may be lost such cases فيها طبعا مع الدياريا او البرولونج الدياريا مع سيفير فوميتنج، هنا في لوس بيحصل للبادي فلويد، مش بس لوس للسوائل، ده كمان بيفقد معاها او بيدخل في حاله من الالكترولايت امبالانس، حاله من عدم التوازن في الاملاح المعدنيه داخل الجسم. طيب في الحالة دي ايه المطلوب بقى؟ في الحالة دي الريبليسمنت مطلوب، مطلوب انه يعوض السوائل اللي بتفقد بهذا الشكل. Replacement of this water lost water is vital to prevent dehydration. من المهم جدا الشخص في مثل هذه الحالة انه يشرب سوائل علشان يعوض الفاقد، حتى لا يتعرض لمشكلة البادي دايهيدريشن اللي هي الجفاف
والمشكلة دي فيتال لو استمر الشخص بيها، لأنه نتيجة الفقدان وعدم فقدان لسوائل الجسم من تلك المشكلات وعدم التعويض بيدخل في جفاف، ودي مشكلة كانت مسؤولة عن نسبة محترمة جدا من المورتاليتي ريت، خاصة نسبة الوفيات كانت بتزيد خاصة بين الأطفال والأطفال الرضع. فاكتور آخر له علاقة بتحديد متطلباتنا من المياه اللي هي الميتابوليك نيدز، عمليات الايه الميتابوليزم زي ما احنا اتفقنا، ذا ورك اوف بادي ميتابوليزم، طول ما احنا عايشين هذه الفسيولوجيك بروسيس بتتم وبتحدث بشكل يومي، فطول ما احنا موجودين في اي مستوى من النشاط عمليات الميتابوليزم عملية الميتابوليزم بتزيد كمان مع بعض الظروف زي ما احنا اشرنا دلوقتي، مع لما بيزيد المجهود اللي بيبذله الشخص، مع عملية الميتابوليزم بتزيد كريت برضو بالنسبة للبريجننت وومن عن النون بريجننت، بالنسبة للاكتيتنج وومن عن النون لاكتيتنج، في بعض الامراض بتزيد معدل الميتابوليزم. على كل الاحوال في بالنسبة لمعدل الميتابوليزم العادي اللي بيتم بشكل يومي ده بيتطلب لتر من المياه as pure water أو other water based beverage beverage، يعني سواء كانت المية أو السوائل على شكل مية عادية، مية من إن إحنا بنشربها عادي، أو على شكل إيه مشروبات داخل في تكوينها طبعا المية. فاكتور آخر هو الإيج، عامل السن، عامل السن من العوامل اللي بتحدد برضو احتياجنا من المية قد إيه يوميا. الإيج plays an important role in determining water needs، عامل ده عامل مهم especially in case of an infant، خاصة للأطفال اللي هم عمر السنة أو السنة ونص، لسه الأطفال الصغيرين الرضع مهم جدا إن إحنا ناخد بالنا من المية، لأنه الأطفال اللي بتعتمد في تغذيتها على الفيدنج بالنسبة لها أساسي هو الفورميلا، اللي هي بتاخد الفورميلا او الارتفيشال فيدنج، فبتعتمد على الكاو ميلك. الاطفال دي بالذات بتبقى، او الاطفال اللي تغذيتها بهذا الشكل بتبقى محتاجه الاهتمام، لان اهتمام بالميه، لان الطفل ما بيعبرش عن احتياجه للميه، مش زيه زي الشخص البالغ او الشخص اللي اكبر بيبقى عارف انه محتاج ميه، بالاخص لما يصل لحد العطش. لكن الطفل اللي في عمر سنه سنه ونص ولسه، او في اول سنه من عمره، هو لسه ما عندوش القدره على انه يعبر عن احتياجه للميه، فاحنا لازم نبقى واخدين بالنا من الموضوع ده. ده بالنسبه للطفل اللي عمره سنه ومحتاج 1500 مللي اللي هو لتر ونص تقريبا من الميه، ده في الظروف العاديه بدون ما يكون في لوس فلويد لوس، محتاج لتر ونص من الميه يوميا. بالنسبه للاشخاص او الشخص البالغ بيختلف زي ما احنا اتفقنا احتياج الشخص على حسب مستوى الاكتيفيتي وعلى حسب طبيعه اللايف ستايل بالنسبه له، وعلى حسب ميل لفيميل، على حسب الايدج، كلها امور، كل الفاكتور اللي اشرنا اليها سلفا ليها تداخل في احتياج الشخص من السوائل. ولكن على كل الاحوال احنا محتاجين البدايه مش اقل من لتر ونص او لترين، وبعدين احنا بنشوف الفاكتور الاخرى اللي بتزيد على اساسها كميه الميه ايه. الفيري اكتيف بيرسون، الناس اللي هي بتبذل مجهود عالي قوي، وخاصه مع لو الجو حار فبتفقد سوائل كتير، فمحتاجه اكتر من السوائل. في فاكتور اخر هو اذر دايتري فاكتورز، عوامل ليها علاقه بطبيعه الاكل اللي احنا بناكله، بتتداخل ايضا في تحديد الكم. يعني في ناس العادي بالنسبه لها اكلات معينه، اكلات دي ممكن تكون ايه فيها ملح عالي او فيها ملح زياده، ملح الطعام، او اكلات مملحه بطبيعتها، يعني زي المخللات او الاسماك المالحه، في ناس طبيعه اكلها سبايسي، في بهارات كتير، في ناس طبيعه اكلها حلويات كتير، فالاكلات اللي من النوع ده برضو ليها علاقه باحتياج الشخص لاكثر من الميه، حتى احنا لو اكلناها بنحس بالعطش بعديها بسرعه، او محتاجين ان احنا نشرب بعديها كم من الميه. مش بس نوعيه الاكل، كمان بعض المشروبات زي اللي فيها كافيين تحديدا زي الشاي والقهوه ومشتقاتها بقى، والنسكافيه والكابتشينو وغيره، دي ليها خاصيه ان هي دايوريتك افكت، ليها خاصيه ان هي مضره او بتساعد على ادرار البول، يعني الاوت بوت من الماين بيكون عالي او زياده، فبالتالي الشخص بيحتاج ان يعمل ريبليسمنت للفلويد لوست في هذه الحاله.
بعض من الميديكيشن او الدراجز برضو ليها دايوريتك افكت، اللي هي الادويه اللي هي بتساعد على ادرار البول او الفقدان الكم اكبر من المعتاد من اليورين، فبالتالي لازم يكون في ريبليسمنت لهذه السوائل، مش بس السوائل اللي في هذه الحاله الشخص بيفقدها، ده سوائل بلس الالكترولايت. ده كان كلامنا عن العوامل او ايه هي الفاكتورز اللي بتحدد الريكويرمنت من الووتر او الفلويد بشكل عام. طيب عمالين من البدايه بنقول ان الميه بتدي فورم وستراكشر لجسم الانسان، وده رول او دي فانكشن بتقوم بيها البادي فلويد. طيب ده من خلال ان الميه موجوده داخل اجسامنا بين الخلايا بين الانسجه وداخل وخارج الخليه. طب توزيعتها شكلها ايه بقى؟ الاماونت ديستريبيوشن in the man's body في جسم الشخص الرجل او الميل يعني 55 to 65% of the total body water, body weight is water. كميه كبيره او الميه موجوده بشكل كبير داخل جسم الشخص الرجل من نسبه 55 65، لانه عنده كميه من الماسلز اكتر من الكتله العضليه اكتر من الليدس او من الوومن، نسبه السوائل موجوده بتشكل من 45 ل 55% من السوائل داخل الجسم. higher water content of men generally result from muscle mass. يبقى 55 من 55% ل 65% من وزن الرجل ميه، كميه الماسل ماس او الكتله العضليه اكتر من اللي موجوده في الفيميل، بينما السوائل داخل جسم السيدات بتشكل من 45 ل 55% من وزن الجسم. Because the muscles contain a relatively large amount of water. طيب الميه داخل خليه وخارجها، هنبتدي بخارجها. Total water outside the cells. الميه اللي خارج الخليه هي نسبتها دي او السوائل اللي خارج الخليه اللي هي بتعرف ب الاي سي اف. الاي سي اف هي اكسترا سيلولار فلويد، هي الميه اللي خارج الخليه. طيب of the total body water outside of cells is about 15 to 20% of total body weight. يبقى نسبة من 15 ل 20% من السوائل اللي داخل الجسم، 15 ل 20% هي موجودة خارج الخلية. طيب ال 15 ل 20% من السوائل داخل الجسم اللي هي موجودة خارج الخلية، ربعهم ربع هذه السوائل اللي هي من 4 ل 5% هي موجودة في تكوين البلاد بلازما. عشان كده واحد من الفانكشن اللي اشرنا اليها هو الترانسبورت. طيب يبقى من 4 ل 5% is contained in blood plasma. طب انا لسه عندي بقيه النسبه اللي هي من 15 ل 20% هتكون موجوده فين؟ The remaining three forces، يعني عندي الثلاث ارباع الاخرى اللي هي بتمثلي تقريبا 15% of the total body weight is composed of. ال 15% من السوائل الخارج الخليه دي موجوده في ايه بقى؟ موجوده في الووتر سراوندنج ذا سيلز، الميه اللي حوالين او تحيط بالخليه، اللي هي طول الوقت وظيفتها ان هي بتعمل باسنج زي كانها بتعمل شاور كده للخلايا والانسجه. موجوده الميه كمان ووتر اندنسيتيش، موجوده داخل الخلايا اللي ذات كثافه معينه. ايه هي بقى الخلايا دي؟ زي البون العظام. الووتر موفينج ثرو ذا بودي ان فاريوس سكريشنز، كمان موجوده في السوائل او في تكوين السوائل اللي هي زي ايه؟ زي السكريشن من السلايفا اللي بتفرز من السليفري جلاند، الغدد اللعابيه، زي كل السكريشن اللي من اذر اورجانز زي الليفر، البنكرياس، الجول بلادر، الجي اي تي، الميوكس، فاريوس ميوكس ميمبرين، السوائل الموجوده في الاغشيه المخاطيه، السكن، الكدني. دي نسبه السوائل اللي خارج الخليه من التوتال بادي فلويد. خارج الخليه موجوده عندي من 15 ل 20%، من 4 ل 5% من النسبه دي موجوده في البلاد بلازما، بقيه النسبه اللي هي تقريبا 15% موجوده خارج الخليه بتقوم بوظيفه الباسنج ليها طول الوقت، موجوده في بعض الخلايا اللي ذات كثافه معينه زي البون، موجوده في السكريشنز اللي بتفرز من الغدد المختلفه داخل الجسم.
الووتر توتال ووتر انسايد ذا سيلز. طيب احنا اتفقنا عندي من 15 ل 20% من السوائل اللي في الجسم خارج الخلية. طب انا باقي لسه عندي نسبة اللي هي ايه بقى، من 30 ل 40% من السوائل اللي هي بتشكل، او من 30 ل 40% من السوائل داخل الجسم هي موجودة داخل الخلية. داخل الخلية يعني ايه؟ يعني توتال ووتر انسايد ذا سيلز اللي هي اي سي اف، الاي سي اف انترا سيلولار فلويد، اللي هي السوائل اللي داخل الخلية اللي هي النسبة الاكبر. يبقى خارج عندي من 15 ل 20، داخل عندي من 30 ل 40%، الكميه الاكثر موجوده داخل الخليه. طيب الكميه الاكثر من السوائل هي داخل الخليه ليه؟ لان احنا اشرنا سابقا ان الخليه عندي السيلس هنا او السيل هي بتمثل لي من ناحيه الاناتوميكال النواه في تركيب جسم الانسان، يعني النواه في تركيب جسم الانسان هو الخليه. فالنسبه الاكثر من السوائل داخل الجسم موجوده داخل الخليه، ليه؟ لان الخليه هي اللي بتقوم بالوظيفه المنوط بيها، وهي هي اللي على اساسها بتتطلب، او على اساس كده بتتطلب الكم الاكبر من السوائل. يبقى بيكوز ذا سيل از ذا بيزك يونت اوف لايف، الخليه هي الاساس في حياه الانسان، لان اي وظيفه داخل خليه داخل اورجان معين داخل بودي سيستم معين بتتم من خلال الخليه. اند ذا اول لايف سستيننج وورك، كل العمليات اللي هي بتضمن ان احنا نفضل عايشين، اللي منها الفسيولوجيك بروسيس كلها اللي بتتم داخل الجسم، اللي منها الميتابوليزم بتتم من الخليه، وداخل از دان وذين ذا سيلز، بتتم داخل الخليه. اذا السوائل اللي خارج الخليه يعني عندي من 15 ل 20% من نسبه السوائل الموجوده داخل الجسم. السوائل اللي خارج الخليه اللي هي بتمثل لي ال 30 ل 40%، ودي النسبه الاكبر، لان الخليه هنا هي حاجه للميه او حاجه للسوائل، فبالتالي هي لانها هي المسؤوله عن الوظائف الفسيولوجيه اللي بتتم طول الوقت داخل جسم الانسان. لغايه دلوقتي في اي سؤال او استفسار يا شباب؟ اي سؤال او استفسار؟ واضح دكتوره. ماشي يا زهور. طيب ننتقل لنقطة أخرى هي الووتر انتيك، إحنا بناخد المية إزاي؟ اسمحي لي أحكيها؟ اتفضلي يا زهور. هسا إحنا بناخد المية كيف بحياتنا؟ أول إشي خلال الماء اللي بنشربه يومياً، ووتر إن ليكويد ذات يو درينك. ثاني إشي عن طريق في سوائل بتدخل عن طريق الأكل اللي بناكله، الفود سواء الفيجيتابل الفروت الأشياء هاي. ثالث إشي بتكون المي كمان ناتج من خلال عمليات الحرق الغذائية اللي بتحصل بالجسم، بتنتج من بيناتها الطاقة، مش بس طاقة يعني نتيجة ليها. نتيجة ليها بنحصل على الطاقة. تمام. يبقى الانتيك على شكل او من خلال ثلاث اليات او ثلاث قنوات، اللي هي الميه العادي اللي بنشربها او اي سوائل احنا بنشربها داخل في تكوينها الميه طبعا، او الاكل اللي احنا بناكله اللي هو فيه ميه في تحضيره او في تكوينه، وعمليات الميتابوليزم او السيل اوكسيديشن اللي هي بغرض الحصول على الطاقه بينتج منها ايضا الماء او السوائل. conscious attention to adequate fluid intake، مهم جدا ان احنا ننتبه لان كميه الميه اللي داخله الاجسام جسمنا او الاجسامنا تبقى كافيه، not less than recommended minimum، يعني ما تبقاش يوصف انها ما تبقاش اقل من لتر ونص، تبقى في رينج من لتر ونص ل 2 لتر تقريبا. وطبعا زي ما احنا اتفقنا ده المينيمم يعني، وزي ما احنا اتفقنا بتختلف باختلاف العوامل اللي اشرنا اليها بتختلف الحاجه ايضا، حاجه الشخص ايضا للميه. is an important part of health maintenance and care، من المهم جدا ان احنا نبقى حاطين مستوى معين او قدر معين من الميه نشربها، ولكن بشكل منتظم على مدار اليوم. يعني ايه؟ يعني ما ناخدش في وقت معين من اليوم نشرب نقعد نشرب 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 وبعدين ننقطع فتره اخرى من باقي اليوم مثلا، زي ما بيحصل لنا واحنا صايمين، او فتره السحور مثلا واحنا صايمين هنصوم بكره في رمضان او في اي وقت، فتلاقينا قبل الامساك مباشره قبل الامساك عن الاكل تلاقينا عمالين نشرب في سوائل في سوائل في سوائل كميه كبيره من الميه مره واحده. جسم الانسان مش بيخزن زي الابل، احنا مش زي الابل اللي عنده قدره على ان يخزن الميه لانه ده حيوان بيعيش في الصحراء، لا احنا هنشرب هناخد قد كده مره واحده هنفقده بعد شويه من خلال عمليه الاليمينيشن او اليورينيشن تحديدا، لا المهم ان هو الانتظام على شرب الميه بشكل او نتناولها بشكل منتظم يعني.
عشان كده في بعض من الابلكيشن، في ناس بتستخدم برامج معينه او تطبيقات معينه بتذكرها بشرب الميه، بحيث انه ما نشربش لما نعطش بس، لا يعني هو المفروض شرب الميه مش بيعتمد على احساسنا بالعطش، احساسنا بالعطش ده معناها الجسم بيستجير ان هو في حاجه للميه، لا نشرب او نتناول الميه بانتظام، ده مهم جدا، انتظام عمليات الحرق مهم جدا لصحه جسم الانسان والحفاظ عليه. طيب ده كان بالنسبه للووتر انتيك، الميه داخله لاجسامنا من خلال ايه؟ طب الووتر او البرد، الميه بتخرج من اجسامنا على شكل ايه؟ مين عايز يسمعنا صوته يا شباب؟ مين غير زهور؟ أنا دكتورة. سهاد، مهند رفع ايد، اتفضل يا مهند. دكتور، احد اشكال التعرق واحده من العمليات او التبول. طبيعي، وايه كمان؟ أنا التعرق، دكتورة. والتعرق كمان دكتورة. تمام، اتفضلي يا زهور، اتفضلي. طبعا أكثر إشي بنفقد سوائل الجسم عن طريق الكلى، عن طريق اليورينيشن. برافو. ثاني إشي عن طريق الجلد، السكن، السويتينج، التعرق. وثالث إشي كمان عن طريق الرئتين، لما نتنفس كمان إحنا هون بنفقد جزء من تمام، الماء. يسب وكمان آخر إشي الفيسز. الاسطول. تمام، يبقى الووتر ليف ذا بادي ثرو من خلال الاورجنز التاليه، الكدني، هي فعلا احنا بيخرج من اجسامنا القدر الاكبر من الميه اللي بتغادر اجسامنا عن طريق الكدني من خلال اليورينيشن، والسكين من خلال السويتنج او الايفابوريشن، واللنج من خلال الريسبيريشن، والفيسز من خلال الديفيكيشن. دي كلها الاورجنز اللي مسؤوله عن الاوتبوت للووتر. لارجست اماونت اوف ووتر اكزيست ثرو كيدني، زي ما احنا اتفقنا الكميه الاكبر من الميه بتخرج عن طريق الكيدني من خلال اليورينيشن. A certain amount of water must be excreted as urine to carry out various waste products of metabolism. الكميه الكبيره بتخرج عن طريق او بتغادر اجسامنا عن طريق اليورينيشن من خلال الكيدني اللي هو مسؤول عن تخلص الجسم من الفضلات، فبتخرج مع الووتر من خلال عمليه اليورينيشن. طيب احنا كده وضحنا الميه بتدخل اجسامنا من خلال ايه وبتخرج من اجسامنا من خلال ايه. النقطه اللي جايه هي ايه السيستم اللي ليها علاقه باتزان نسب السوائل عندنا، في اورجان سيستم انفولفد. في ناس عايزه تشارك؟ طب عايزه اسمع حد غير مهند وزهور يا جماعه، على فكره مشاركه مهمه، مشاركه كذا مره باكد عليها. اتفضل يا مهند. مهند دكتورة معلش عيد السؤال كمان مرة. الأذرس، النقطة اللي بعد كده، إيه هي السيستم اللي ليها علاقة باتزان نسب السوائل داخل الجسم أو توازن نسب السوائل داخل الجسم؟ طيب عارف والله دكتورة عبال معلش. ما مهند يجهز خلينا في زهور، اتفضل يا زهور. دكتورة، أول إشي في عنا سيستمين، ماشي؟ الجي أي تي سيركيليشن والرينال سيركيوليشن. الجي أي تي عن طريق إنه بيصير فيها إعادة امتصاص للسوائل بأكثر من مرحلة. مثلا تمام. باللارج انتستين بيصير في امتصاص لجزء، بالسمول انتستين بيصير في امتصاص برضو، إعادة امتصاص ري ابسوربشن. تمام. ري ابسوربشن. تمام. أما بالرينال سيستم برضه بصير فيها عملية فلتريشن. مظبوط، بالظبط، الفلترة اللي بتحصل. تمام، يبقى هنا ايه هي السيستم المسؤولة او الاورجانس، الاورجان سيستمز اللي مسؤولة عن البادي ووتر بالانس، عن الهيومن بادي ووتر بالانس. ايه هي الاورجانس او السيستم المسؤولة عن حدوث اتزان او توازن في السوائل داخل الجسم؟ في عندي تو ميجور اورجان او تو ميجور سيستمز اللي هم الجي اي تي، تمام، والجاسترو انتستينال تراكت اللي هو الدايجستيف سيستم، والجينيتو يورينال تراكت اللي هو الجهاز البولي. السيستم دي بدايه كلامنا عن الدايجستيف سيستم او الجاسترو انتستينال تراكت، يحصل ايه؟ هي سبورت بروسيس اوف فود دايجيشن. عارفين ان عمليه الانجيشن والدايجيشن والميتابوليزم والابسوربشن كلها عمليات بتتم داخل هذا السيستم، تمام؟ فهي مسؤوله من الدرجه الاولى او مسؤوله عن اتزان السوائل. بيتم ازاي بقى؟ ان الليتر بورشن اوف انتستين في نهايه الجزء الاخير من الامعاء اللي بيحصل موست اوف ووتر بعد الابسوربشن اللي بيحصل، لسه بيتعاد كمان عمليه الامتصاص تاني للاحتفاظ بالمزيد من السوائل، مش بس السوائل وكمان الالكترولايتس الاملاح المعدنيه بيحصل لها ري ابسوربشن انتو بلاد.
to circulate over and over again. يبقى أول سيستم عندي الجي آي تي اللي هو من خلال عملية الأبسوربشن وري أبسوربشن داخل الليتر بورشن أوف انتستين. طيب على مستوى الجينيتو يورينري تراكت اللي هو الجهاز البولي اللي في الكدني تحديدا أو رينال سيركيوليشن maintain الأبروبريت ليفل أوف أول كونستيتيوشن أوف ذا بلاد باي فلترينج في داخل الكدني في الأنابيب في نفرونس اللي هي الأنابيب الكلوية مهمتها إيه؟ مهمتها إنها بتعمل فلترة بتعمل فلتريشن. من خلال عملية الفلتريشن الفلترة اللي بتحصل أو التنقية اللي بتحصل بيبقى selectively reabsorbing water and needed material to be carried out through the body. يعني بيتعاد عملية الامتصاص، فبالتالي الجسم بيتخلص من خلال اليورين من الفضلات وبيفضل المطلوب لسه من السوائل أو السوائل اللي هي تفضل موجودة داخل الجسم. Therefore, when disease occurs in the kidney and filtration process doesn't operate normally, عشان كده في حال وجود مشكلة صحية سواء كان على مستوى الدايجستيف سيستم أو سواء كان في اليورين الكدني تحديدا أو الجينيتو يورينري سيستم، عملية الفلتريشن بتتأثر، عملية التنقية دي بتتأثر وده بيؤدي للص وبالتالي يحدث حالة من الووتر إمبالانس. طيب في عندي المحاضرة لو خلصت يا شباب هننتقل للسيشن الثانية، ما تنسوش. عندنا الهرمونال كنترول مش بس في سيستم هي المسؤولة عن الحفاظ على البادي ووتر بالانس، على توازن السوائل. ترى اتفضل يا منى. اتفضل. انت مش فاتحة الشير. راحت؟ راحت الشير. انا لما كنت تساليني مفكر الاجابات من برا والله يا دكتور، عشان هيك يعني متلخبط. طيب ماشي ماشي اهي رجعت. طيب في الهرمونال كنترول مش بس ان في عندي ميجر اورجانس او ميجر سيستم هي المسؤوله عن البادي ووتر بالانس، لا انا عندي كمان في هرمونز. في هرمون تو بيزك هرمون كنترول اوبريتس ان ذا كيدني تو هيلب مينتين كونستانت بادي ووتر بالانس. يعني في عندي اثنين من الهرمون دول مسؤولين عن الحفاظ على السوائل داخل الجسم تبقى بالشكل الطبيعي. اول هرمون عندي ها مين هيسمعني صوته؟ دكتوره انتي ديوريتيك هرمون. تمام. ده الهرمون ده بيشتغل بيفرز منين؟ من ال بتيوتري جلاند اللي هي الغده. تمام. والالدوستيرون من الهرمون الثاني اللي هو الالدوستيرون من الادرينال جلاند. تمام. يبقى انا عندي اول هرمون عايز تعلق يا مهند. لا خلص دكتوره كنت اشارك بس. طيب. انا دكتوره ممكن بخالف هسه الانتيديوريتك هرمون هذا بينفرز من عند البيتيوتري جلاند. بصير عندنا ستوب لليورين. هي معناها ايه اللي هي الغده النخاميه اللي تكون المايسترو الغده المايسترو. تمام. بصير في عندنا ستوب لليورينيشن وبصير في عندنا لما نوقف عمليه اليورين بصير في عندنا ري ابزوربشن هون. طيب. بالنفرون اللي هي النفرون هاي الوحده الاساسيه بالكدني. تمام. انا بيب الكلوي. تمام. يبقى هذا الهرمون له خاصيه ان هو مضاد لادرار البول، مضاد لادرار البول اللي هو زياده كميه البول طيب اللي خارج من الجسم طبعا. هذا الهرمون بيفرز من البيتوتري جلاند الغده النخاميه في السي ان اس. مهمه هذا الهرمون هو كونسيرفنج ميكانيزم، يحافظ على ايه بقى؟ يحافظ على السوائل من خلال ايه؟ ذات وورك works on the kidney nephron. ده بيحفز الانابيب الكلويه ان هي تعمل ايه؟ تعمل induction reabsorption of the water لاعاده امتصاص الميه، فبيخلي الجسم بيحتفظ بالسوائل لحد التوازن او لاحداث حاله من التوازن للسوائل داخل الجسم. في الهرمون الثاني مين ثاني هيشارك؟ اتفضل يا مهند. الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيفرز منين؟ جلاند. من الادرينال جلاند الغدد الكظريه اللي هي موجوده فين؟
located on the top of each kidney. دي موجوده على فوق الغده، موجوده فوق الكدني دكتوره. تمام تمام، يبقى الغده الكظريه او الغدد الكظريه اللي هي located اللي هي اعلى الكدني. طيب هذا الهرمون بيفرز نتيجه ايه او استجابه لايه؟ in response to a reduced renal filtration. يعني لما يحصل اما تقل عمليه التنقيه داخل الكدني او داخل النفرونز، او بتقل او يقل مستوى الصوديوم، او يقل مستوى الصوديوم الديكريز للصوديوم ليفل اللي هي في حال الهايبونتريميا. يبقى في الحالتين دول لما يقل رينال فلتريشن ولما يقل او في حاله الهايبونتريميا بيفرز هذا الهرمون من الادرينال جلاند. مهمته مهمه هذا الهرمون ايه بقى؟ انه بيعمل تريجر للكيدني نيفرونز، بيحفز الكيدني او الانابيب اللي موجوده داخل الكيدني ان هي تعمل ري ابسوربشن للصوديوم. الصوديوم والووتر الاثنين دول مستواهم داخل الجسم مرتبطين ببعض، يعني لما يحصل ريتنشن للصوديوم هيحصل ريتنشن ايضا بالفلويد. Therefore it's primary sodium conserving mechanism. يعني مهمه هذا الهرمون هو الحفاظ على مستوى الصوديوم ما يقلش، او في حال ما يقل يحفز الكيدني نفرون ان هي تحتفظ بيه اكتر او تعمل له اعاده امتصاص اكتر. فبالتالي but it also exert a secondary control over reabsorption، ويصاحب اعاده امتصاص الصوديوم إعادة امتصاص السوائل، وفي هذه الحالة بيحصل الايه؟ احتفاظ بعنصر الصوديوم بالفلويد. فده الهرمون الثاني اللي مسؤول عن الحفاظ على السوائل الجسم او السوائل داخل الجسم بالشكل المناسب. طيب السيشن بتاعتنا قربت تخلص، باقي دقيقتين. انتوا الحضور عندي 25 حد، انتوا عمالين تقلوا معرفش ليه، يعني نص تقريبا. فخلينا بنكمل السيشن من اللينك الثاني، السيشن الثانيه ان شاء الله. ماشي يا شباب، خلينا ننتقل للسيشن الثانيه من خلال اللينك الثاني. يلا، ويا ريت الحضور يبقى بنفس النسبه لو سمحت.